تواصل مسيرة فرسان القافلة الوردية التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى سرطان طريقها في تعزيز الوعي في مدن إمارة الشارقة والإمارات الأخرى، وذلك في دورتها 11 وتحت شعار بك نستمر. بفرسانها المتوشحين باللون الوردي ويقودهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي المبعوث الخاص للقافلة الوردية، تواصل الحملة وبخطى إنسانية زرع الأمل وتقديم الفحوصات ونشر الثقافة حول سرطان الثدي. فهنا ومن أمام واجهة كلباء المائية انطلقت مسيرة القافلة مرورا بمعالم ومرافق المدينة، بعد أن جالت عدة مدن ومناطق وإمارات بطاقمها الطبي ومتطوعيها وفرسانها. الهدف هو توعية الجمهور. نحن اليوم مش مركزين بس فقط على النساء ولكن أيضا على الرجال، لأن هذا المرض اليوم لا يؤثر فقط على النساء ولكن أيضا على الرجال. والحمد لله يعني من بدأت المسيرة إلى اليوم تم عمل فحوصات تصل إلى أكثر عن 75,000 فحص للرجال وأيضا للنساء. ومن برج الساعة مر الفرسان على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع كلباء ليواصلوا مسيرهم نحو معالم المدينة لتنشر معها ثقافة الفحص المبكر عن سرطان الثدي وأهمية التطوع في مثل هذه الفعاليات المجتمعية والإنسانية. فعالية جدا مهمة للدولة، نرفع الوعي عن سرطان الثدي، وبرنامج لمدة أسبوع أو المسيرة لمدة أسبوع في كل إمارة وكل مدينة. فاليوم نحن في كلباء نستمتع بالمنظر الجميل على ساحل الشرقي لإمارة الشارقة، ونستمر هذه السنة الرسالة بك نستمر، ونستمر مع الدعم من الجمهور سكان مدينة كلباء وكل إمارات الدولة. أنا أول شيء تطوع هني اليوم علشان نساعد الناس اللي مروا بهالمرض، وهدفي هو أن ندعم الناس اللي فيهم هالمرض ونساعدهم أن يتعدون المرض. فرسان القافلة بمنظميها ومتطوعيها أثاروا بجولتهم رفقة سيارات شرطة الشارقة انتباه المارة والسكان لتشجيعهم للاستفسار أكثر عن حملة التوعية وكيفية الاستفادة من الفحوصات المجانية. إذن مسيرة القافلة الوردية تواصل تجولها بين المدن والمناطق لتنشر بلونها الوردي الأمل والتوعية حول سرطان الثدي. لأخبار الدار، حمد الكندي، مدينة كلباء.